السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين المتابعين في كل مكان، إزيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. أخيراً خدنا الجايزة. يعني هي دي يعني تبان في نظر البعض إن هي قطعة من الزجاج التي ليس لها أي قيمة، ولكن قيمة دي بالنسبة لي كبيرة. بتعبر عن إيه بقى يا سيد محمود؟ عن مدى حبكم واهتمامكم وعن تقصيري في توفير طلباتكم، لان لما طلبنا من حضراتكم تصوتوا لينا في هذه الجائزه مشكورين ما تاخرتوش، وبناء على شهاده حتى الاستاذ شعبان بلال مقدم برنامج من سيصل على المليون واللي ممنوح من الجائزه، هو قال من اكثر التصويتات اللي جت في قسم انا مش فيه. يعني حتى الكلام امبارح كان غريب حتى صراحة. اوعي توقعي، اوعي توقعي، اثبتي مكاني، ده هنورثها دي. خلاص الاوسكار كل سنة موجود عندنا، موجود بعون الله كل سنة في اشجارنا، لان احنا الفترة الجاية هنطور الامر بشكل كبير. هنشتغل شغل محترفين بقى حرفيا، هنضم لينا كوادر جديدة، هتلاقوا معايا ناس جديدة في القناة هنا، لان خلاص بقى يعني مرحلة التيست اللي كنا بنعملها للسوق سوا ومرحلة الاونلي وان مان اللي هو انا بس اللي موجود دي، خلاص بقى لازم نتعداها علشان نعرف نخدم كل السادة الافاضل الموجودين في القطاع الزراعي، وعلشان نكون قد الجايزة اللي احنا خدناها دي والتكريم اللي احنا كرمناه ده، وان احنا نكون في وسط المجموعة الكبيرة دي من افضل المهندسي الزراعيين الموجودين والمتواجدين اعلاميا، عشان برضو ما بقاش ظالم ان في ناس كتيرة بتبذل مجهود جبار ولكن ملهمش تواجد على السوشيال ميديا، لان هم في ارض الواقع مجهوداتهم ونجاحاتهم مش محتاجه التكريم ومش محتاجه ان حد يقول عنها ان ده هو وده هو وده هو، مش محتاجه ان هم ياخدوا شهاده زي دي او درع زي ده، لان هم مش هيكفوا حقهم ومش هيوفوا حقهم. برضو بقرر تاني ان بفضل الله تعالى اللي احنا فيه ده انتم السبب فيه. نحن كل ماده بنكبر وبنتوسع وعملنا بتكتر، فده بفضل الله ثم ثقتكم فينا. اكتبوا لي تحت هنا في التعليقات حابين نتكلم ايه الفتره الجايه، وكل تعليق هينكتب بعون الله تعالى هنعمل عنه فيديو ان ما كناش اتكلمنا عنه بالفعل، وبرضه لو اتكلمنا عنه هسيب الرابط بتاعه لصاحبه. ده رقم واحد. رقم اتنين، اوعدكم الفتره الجايه التليفون هينفتح حرفيا وهيبقى فيه دعم فني وهيبقى فيه كول سنتر وهيبقى فيه اكتر من واحد بيستقبل محادثاتكم وطلباتكم، مش شرط انا بس، لان زي ما قلت لحضراتكم المنظومه اللي قايمه على شخص واحد بتفشل وعمرها بيبقى قصير، واحنا جايين مش علشان نشتغل يوم ولا اتنين ولا تلاته ولا سنه ولا اتنين وتلاته، احنا جايين علشان نفضل معاكم لحد ما ربنا يأذن في الارض دي ان يحصل فيها حاجات تانيه، بنبني في كيان اشجارنا علشان يكمل بعدي وبعد الرجال الموجودين، بنبني في كيان كبير علشان يبقى الهدف الاول والاخير في خدمتكم انتم. فشكرا لدعمكم وشكرا لمحبتكم، واكتبوا لنا في التعليقات عايزيننا نتكلم في ايه، وما تنسوش جروب التليجرام انا موجود فيه على طول بشكل شخصي، وبرضه الواتساب مفتوح حاليا مع 5 اجهزه مع 5 اشخاص، كل واحد بيرد في الحاجه اللي يفهم فيها واللي يعرف فيها. فلما حضرتك بتشوف ان الرساله بتاعتك اتشافت ومحدش رد عليك، تاكد ان المهندس اللي شاف رسالتك هو ما يقدرش يجاوبك، فانا اللي بجاوب في الحاجه اللي تخصني كمان. خلي بال حضرتك ان انا لم احط بكل شيء علما، وعندي المقدره بفضل الله تعالى ان اتكلم في تخصصات مختلفه، ولكن انا مش بتاع كله في كله، انا متخصص في حاجه بعينها وبشتغل فيها، ولما يبقى عندي الخبره الكافيه والإدارة الوافية وعندي المعلومة الشافية إن أقدر أتكلم في حاجة جديدة وأشتغل في حاجة جديدة على مسامعكم مش عليا، ببدأ أنشر دوت وببدأ أعلن ده. اتكلمنا في شبكات الري لما اشتغلنا مشروع واثنين وثلاثة وعشرة، وأنجزنا بفضل الله تعالى خلال سنة أكتر من 10,000 فدان، وده بفضل الله تعالى توسع شركات عمرها سنين في السوق ما عملتش ده بفضل الله تعالى. ثم ثقتكم فينا، ده رقم واحد. اشتغلنا في النخل وكانت أول يعني أول تجربة حقيقية معتمدة لينا بفضل الله تعالى بمهندسين أكفاء اخترتهم
من ضمن ناس كتيرة إن هم يشتغلوا بنفس الدماغ وبنفس الأسلوب. بفضل الله تعالى شغالين في مشروع 5000 فدان، بنزرع ليه نخله وبنورب ليه نخله، وأظن إحنا وريناكم أول مرحلة اللي اشتغلنا فيها قبل رمضان وتوقفنا حاليا، لأن طبعا مفيش شغل في رمضان، خلينا متفقين على ده. وإن شاء الله بإذن الله الفترة الجاية هنكمل وهنتوسع أكتر أكتر، وهتكونوا معانا خطوة بخطوة. اشتغلنا في الأراضي ونصحنا واتكلمنا كتير، اتكلمنا في الأشجار الخشبية لحد ما بقاش عندنا كلام جديد نقوله، وبنحاول كل فترة ان احنا نختار حاجه جديده نطلعها لحضراتكم ونعلنها على مسامع حضراتكم. ففضل الله تعالى اشجارنا ما وصلناش لده الا بعون الله اولا، ثم دعمكم لينا والاجتهاد اللي بنحاول نجتهده على قدر طاقتنا او على قدر طاقتي انا شخصيا محمود حمدي الفتره اللي فاتت دي كلها، من اول ما بدانا اشجارنا وانا بتكلم لوحدي وانا بشتغل لوحدي وانا بستقبل تليفوناتكم لوحدي. فده فعلا ضغط رهيب وتقصير كبير في حق انا من لي حضراتكم. فاتمنى لو كان في تقصير الفتره اللي فاتت تسامحوني. التليفون مقفول، انا عارف عدم قدرتي حرفيا للتجاوب مع كميه هذه الاتصالات، وبحل النقطه ديت الفتره الجايه ان شاء الله باذن الله تعالى. اكتب لي سؤالك في التعليقات، خش لي على جروب التليجرام وحط سؤال حضرتك وسجله بصوتك ونزله، هتلاقيني برد عليك. ومعانا كوكبه كبيره من العملاء اللي ليهم تجارب سابقه هيقدروا يفيدوا حضرتك. وعشان كده بحب دايما فكرة الجروبات، ان احنا ناخد وندي مع بعضينا ونتكلم ونسمع من تجارب الاخرين، عشان ربنا يوفقنا جميعا وينجحنا ويوفق كل واحد في مقصده. شكرا ليكم، شكرا ان احنا بيكم وصلنا للتكريم دوت. دي شهادة تقدير جميلة جدا من شركة ماتش كيم، احد الشركات الراعيه للمؤتمر. وان شاء الله السنه الجايه هتلاقونا احنا اللي بنرعى كمان المؤتمر، وباذن الله تعالى جايزه الاوسكار افضل استشاري زراعي دايما موجوده في اشجارنا. هتشوفوا اشكال جديده وهتشوفوا مهندسين جداد، وهنطلع ليكم مهندسين اكفاء للساحه، لان انا ما بعملش ليا بس، انا بعمل ليا وللسوق. ورحم الله قائل هذه المعلومه، ان انا بربي اجيال مش ليا عشان اعتمد عليهم لوحدي، بربي ناس تقدر حضرتك تعتمد عليهم ويقدر السوق الزراعي والقطاع الزراعي يعتمد عليهم. ربنا يوفقنا جميعا، كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.